كتحضر معنا سلمى الفضوليه اللي كتبدل بحال تاتا بسم الله الرحمن الرحيم كل مره واللون اللي كتلبس. اليوم غادي نشوفوا شنو هو الوجه اللي خرجت ليك. بعدا وجهك مزيان وجه الخير الحمد لله. بيان سور وجه الخير. مرحبا بك معنا سلمى. الله يبارك فيك. شكرا. اليوم لالا اختي سناء انا عندي واحد القصه. نعم اختي سلمى. قصه اللي من انا فكر شمي في العرس ديال خالتي اللي كان ديك الساعات غنى فيه سعيد صنهاجي، كانت امي كتوحم بيا على اللوبيا بالقديد. وكان هو ديك الساعه غنى واحد الريبيرتوار ديال الالبوم ديالو الاول اللي سميتو المجدوبيات. هذاك اللي كان مجدوبه اكزاكتومون. خرجت مجدوبه وانا غنقول لكم بعد علاش وكيفاش. اللي كان ديك الساعه هو تسلف 1700 درهم من خالتو باش يسجلو. وقيلا واخا شفتو كيضحك وقيلا ما عقلش مزيان على العرس بالضبط. انا غادي نفوت واحد الجيم بعدا داك العرس اللي ردهم دابا تبارك الله مدوبلين. وقيلا ما عقلش بالضبط على العرس. العرس اللي سلمى الفضولية دابا مراتو راها في الدار كتقول 5 و5 خمسة و وقيلا ما عقلش مزيان على العرس. العرس اللي لعبتي فيه الدربوقة واللي ديك الساعات كانت تضربوها كتكون في قلبنا واحد البوله وهو كان مسكين ضربو الضو. وانا في الصراحه ديك الساعات من قلب الكرش ديال امي حسيت بهذا الشيء هذا كامل. وصلك الضو؟ وصلني الضو. وبداو الناس كيشربوه في المزهر وكل شيء. الناس تاثروا بداك الشيء اللي وقع وحتى انا من قلب الكرش ديال امي تاثرت. وتما فين ضربني الريح ديال الغناء ديالو وخرجت مضروبه على الشعبيه. والحلم ديالي دابا هو نولي مغنيه ديال الشعبيه. سعيد الصنهاجي من تما معاود لعبتي الدبوكه؟ اه لا من تما. من تما عتقلي واحد الراجل. دابا انايا فضولي. انا فضولي بحالي هاد السماء. ما رضيتش كنغني شاد بندير. قلت لي ما نضرب الدربوكه. انا الدربوكه سخنات وكان ديك الساعات كيديروا ليها بوله. مشيت حيدت البوله بالحديد اللي فيها وداك الشيء. درت يدي ما عرفش وانا بقى كنديرها. ناض واحد السيد من الناس اللي معروضين. مشى كانت الدار باقا جديده. ناض مشى للخيوط وينترهم. كون ما نترهمش ما نكونش جالس دابا معاكم. نشوفوا دابا نبوس ليه راسو هذاك السيد. هذا عمر جديد اللي تكتب. عمر جديد هذا الشيء في 87 اون 87. وقلتي على هذا العرس مزيان. لحقات ما ننساش. وشحال من بعد ما درتي شي عرس؟ حيت متوحيد. والله شحال من بعد ما درتي شي عرس؟ شحال الوقت من بعد ما درتي شي عرس؟ لا غدا غنيت بكامل هذيك الساعات منين نط غنيت. انا قلت لك الحلم ديالي انني نولي مغنيه ديال الشعبي وتكون انا عندي شي سميه شعبيه بحال ستاتيه دوديه شي حاجه فيها هي. شنو تقترحي عليا اليوم؟ صناجيه. هادشي اللي كاين صناجيه. والمشكل اللي شي شويه كان كيطرح لي بعض المرات ان الناس ما كيفهمونيش. يعني ما كيفهمونيش عندي صوت صاروخي. وكانت عندي ديك الساعه المهم ماشي مشكل نساو داك الساعه دابا صاروخي. وتعطات لك الفرصه ديالك؟ ما تعطات ليش. مازلتيش على الام بي سي؟ مهم انا هاد اليوم وليت غير كنشوف كلشي عنده صوت صاروخي ولكن للاسف ما كتعطالهمش الفرصه ديالهم. داكشي حتى انا داكشي اللي وقع لي. نبيل خالتي خصكم ديروا شي مجهود في الاستوديو دابا تبداو تعطيو صاروخي تيدوز الفوق. انا غادي ندير لهم اليوم زعما التجربه واحد المقطع وغادي يحكموا ويشوفوا براسهم. معنا سعيد صنهاجي اللي كيغني ويلحن ويكتب الكلمات ديال الاغاني ديالو. معنا كذلك نبيل خالدي اللي هو ملحن. يعني الناس ديال الفن يقدروا يعطيو الراي ديالهم بالضبط واش بصح الصوت ديالي يستاهل ولا لا. يعني المستمعين انا راني دابا اللي زائد على هذا الشيء هذا انني انا كنعرف شنو كندير مزيان. يعني جو نو في با نيمبورت كوا. كنعرف داكشي اللي كندير شنو هي لا ستركتور ديالو. كنعرف المكونات ديال الشعبي وكنعرفو باللي طويل ويقدر يوصل من 12 15 30 دقيقه. سيمانه الشعبي نغنيو شحال ما بغينا. وكنعرف باللي لا ستركتور ديالو كتبدا عنده ثلاثه ديال الحوايج. كنبداو بالتحيحه ومن بعد كندخل الموال ومن بعد كندخل الاغنيه. وداكشي انا غادي نحترم بيان سور هاد لي ستركتور هادو وغادي نبدا. غادي تغني شعبي اكاديميا؟ اه بيان سور ثلاثه ديال لي ستركتور ديالو. الله هجوم العيالات واهي الناس الشعبي الحيحه هك بلاك دازو علامات وزيد ودي زيد غيلك انت مش هادي وي ودك زاد بلاتي الموال.
خلصوا تمشي بحالها أغنية وليتي عفريت سحرتيني يا عفريت قلتيني عفريت سخسختيني يا عفريت هاودني عفريت أو هوا أو هوا أو بزاف لدرجه انه غندير واحد الفاصل نخلي الناس يتنفسوا ونرجع لكم على اصوات ما تمشيو فيهم.